سيداتي أنساتي سادتي، طابت أوقاتكم بكل خير من ملعب لا بومبونيرا في بيونس آيرس العاصمة الأرجنتينية، ملعب بوكا جونيورز الشهير، باريس سان جيرمان، أولمبيك ليون. طاب مساءكم بكل خير مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم معنا. مباراة هذه الليلة لن تفوت بالتأكيد. إذا ما فاتتك الانطلاقة فلا داعي للقلق لأن المباراة بدأت للتو. يلعب كرة على اليسار. يا إلهي ما أجمل هذه الكرة اللي يقدمونها الآن. نيمار. أي دفاع هذا؟ أي قوة؟ أي صلابة؟ أي جدار هذا؟ الكرة على الأطراف. والكرة ليونيل ميسي. لم ينجح في تحويل الكرة إلى المرمى. مع انطلاقة ممتازة على الجهة اليمنى. الكرة على الجناح. يحاول تمرير كرة. يقطع الكرة. نيمار. يبحث عن زميله. تغيير اللعب على الجناح. يلعبها إلى منطقة الجزاء. موجود إبعاد الكرة. لم يكن محظوظا. كرة طولية في المساحة الخالية. فينالدوم. كرة على الجانب. يرسلها بعيدا عن مناطق فريقه. في انتظار التمرير الآن. ويعود بالكرة إلى الوراء. دي ماريا. يمر ويلعب كرة. الحارس مرة أخرى ينقذ فريقه من كرة خطيرة. إبداع كبير من حارس المرمى في مباراة اليوم. لاحظ معي ردود أفعاله، لاحظ معي تحركاته، تألقه، ثباته، شخصيته فيها. فينالدو. لكنه لم ينجح. يلعب كرة على اليسار. كرة على الأطراف. دي ماريا. الكرة ملعوبة من مسافة. يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة. كرة طويلة وعالية. يحاول أن يلعب كرة بينية. والتسديد. كرة في المرمى. جول. تلك هي فائدة التدريبات على دقة التسديد. عندما نقول لاعب يولد داخل منطقة الجزاء، هذا هو الهداف. وهذه الطريقة الاستثنائية في استغلال الفرص. كرة في منتهى الروعة. باريس سان جيرمان يسجل الهدف الأول للمباراة. تقدم وسحب. بواتي. ولمسة أخرى عند المساحة الخالية على الطرف. بينية إلى دي ماريا. يحاول الاستفادة من زميله في جانب الملعب.
يرسلها إلى منطقة الجزاء، كرة إلى الأمام، كرة طويلة إلى الأمام، فرصة خط تسديدة، يا إلهي جول! نهاية جميلة جدا بعد تمريرة من ذهب. يواصلون المباراة بعد أن تعادل الفريقان. يبحث عن المهاجم، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم، يلعب كرة بينية. لمسة بينية. يعلن حكم المباراة إذا نهاية الشوط الأول. سيبدأ الشوط الثاني. باريس سان جيرمان على الرغم من السيطرة في الشوط الأول، على الرغم من كمية الفرص من الأفضلية، سيطرة بالطول والعرض لكنه لم ينجح في استغلال. شاكيري، الله على روعة الهدف، تمهل تأني في الكرة وبعد ذلك أتم النهاية. متفوقون بفارق هدف وحيد. دي ماريا، كرة طولية إلى الجناح، نيمار، الكرة في المرمى، جول! باريس سان جيرمان سجلوا هدف التعادل الآن. الكرة توضع في أفضل مكان. حارس مين يا عم ممكن يصد هذه الكرة؟ هذه طريقها إلى المرمى مفتوح. نجحوا في معادلة النتيجة. وأتم البينية. لعبة جميلة، تسديدة أجمل. ربما لو مرت لكانت خطيرة، دفاع رائع اليوم. يمكنهم الانطلاقة في هجمة مرتدة. كرة على الأطراف. يحاول أن يسدد الكرة من هنا. قام بتحرك رائع للكرة لكن الخسارة لم يستفيد منها. الكرة على الأطراف. باريس سان جيرمان غير قادر على الاحتفاء بالكرة. ليونيل ميسي، وين هالتمرير الآن؟ الكرة على الجناح. لا، فرصة للتسديد. كرة باتجاه المرمى. الله ما أروعك، ينجح في التسجيل. وهكذا تنجح عودتهم الكبيرة في المباراة. لا يمكن أن يضيع مثل الكرات، لو كنت مكانه بالتأكيد سأسجلها. ولديهم تقدم بهدف وحيد. شاكيري يبحث عن حلول، يلعب كرة طويلة، هذه ضربة رأسية، يا إلهي، كرة كانت قريبة جدا. كرة
كرة طولية إلى الأمام، يحاول تمرير كرة، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. شاكيري، دي ماريا، دفاع كبير، كرة إلى الأمام، يلعبها طولية، تمريرة جميلة تخترق الدفاع، يحصلون بعد ذلك على ركنية. أولمبيك ليون يقوم بتغييرات بالجملة هنا، الحارس يبعدها بقبضة يده، أفقد الخصم التركيز، التوازن، الكرة ملعوبة من مسافة، يمر يلعب كرة بينية، ينجح في تمريرها إلى نيمار، يلعب كرة بينية، كرة عرضية، ليونيل ميسي نجحوا في تخليص كل الكرات. يحاول تمريرها من بين المدافعين، من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ سان جيرمان يحصل على الكرة مرة أخرى، تحرك جميل، الدفاع إلى الأمام، ليونيل ميسي وينجح في تسجيل الهدف. إنهاء بشكل رائع في موقف واحد على واحد. نتيجة المباراة أصبحت محسومة الآن بكل تأكيد. تغيير اللاعب على الجناح، يرسلها داخل 18، لاعب في وضعية رائعة جدا لمنع الكرة الأخيرة. الله ما أجمل هذه الكرة، ملعوبة إلى الأمام، رينالدوم يحاول لعب الكرة إلى الأمام بشكل سريع، كرة طولية إلى الجناح، ليونيل ميسي يحاول لعب الكرة العرضية إلى المنطقة من هنا في هذا المكان، الحكم يطلق الصافرة ليعلن نهاية المباراة. أظهروا براعة كبيرة جدا في التعامل مع الموقف، مع موقف المباراة، في الحلول الفردية، في العمل الجماعي، في ضبط أعصابهم، في إخراج أفضل ما لديهم، وبعد ذلك الحصول على النتيجة. باريس سان جيرمان ينجح في تغيير الأوضاع، يحقق الأفضلية بعد التأخر في النتيجة.